مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. أهلا بكم مستمعين الكرام، نعود في لقائنا مع الدكتور طاهر عيسى، وموضوعنا عن زراعة القوقعة أو القوقعة الإلكترونية، السماعة الإلكترونية. دكتور طاهر، ذكرت أنه من أحد أهم أسباب نجاح العملية هو تعاون الأهل في عملية إعادة التأهيل. إعادة التأهيل أنت قلت أنها تبدأ 3 أسابيع بعد العملية، تتمثل في ماذا بالضبط؟ احنا اول ما بيجينا المريض بعد 3 أسابيع استشاري السمع والتوازن، بيظبط الاجهزة ويظبط السماعة مع باستخدام كمبيوتر، ودي حاجة بتبقى لحظات جميلة جدا لما يكون خصوصا مريض عمره ما سمع قبل كده، طفل صغير عايش في سكون تام، ما سمعش اي اصوات في البيئة المحيطة، اول مرة بيسمع بتلاقي تعبير جميل جدا على وش الطفل، والحقيقه والاهل كمان بيكونوا سعداء واحنا بنكون في منتهى السعاده. بيبان ان الطفل ابتدى يسمع، في بقى طرق مخصوصه، انا مش عاوز ادخل في التفاصيل قوي، اللي بيقوم بالتدريب ده 2، استشاري السمع والتوازن واستشاري النطق والكلام. عاده التاهيل الدكتور طاهر يحتاج فتره كم؟ هي بتفرق من شخص الى اخر. طبعا لو كان المريض قبل كده بيسمع، يعني مثلا مريض مثلا عنده 20-30 سنة كان بيسمع قبل كده، ما حصل له حادث وراح السمع أو راح السمع لأي سبب وكان بيسمع قبل كده، بيبقى التأهيل سهل جدا جدا وبياخد وقت قصير جدا. الطفل اللي مثلا مولود بضعف في السمع أو حصل التهاب سحائي وزرعنا في الوقت المناسب ولقنا مدرب، بياخد فترة أطول، لكن بنحس ان بيحصل نتيجه جميله في بعض الناس بعد 6 أشهر واحيانا مثلا سنه، بس ده متوقف على ذكاء الطفل واهم حاجه تعاون الاهل في المدرسه. اشوفك كثير تكرر دكتور موضوع تعاون الاهل مشاركتهم في التاهيل، جميل جدا. دكتور طاهر، السماعه هل تحتاج انها تزال او تغير مع الوقت او هي دائمه؟ لا، في معظم الحالات لا. السماعات دي الحقيقة مصنوعة على أعلى مستوى من الدقة وصناعة رائعة جدا، ففي ناس اتزرعت من سنوات عديدة ولازالت السماعات القديمة حتى الموديلات القديمة شغالة على أحسن ما يكون. فالسماعات دي ممتازة وبتعيش فترة طويلة جدا، لكن الشركات الحقيقة يعني كتر خيرهم في النقطة دي، هم بيكونوا متعهدين بأن بيدونا واحدة احتياطي، افرض بأي سبب وخصوصا في الأطفال، يعني ممكن الطفل يتشقى يخبط راسه تتأثر السماعة، هم بيدونا جهاز تاني احتياطي بحيث ممكن يعني إذا لزم الأمر وده نادر جدا يتغير بواحد. هل سماعة مثل هذه دكتور طاهر تحتاج إلى بطارية مثلا أو شحن؟ تحتاج إلى بطارية، والبطاريات في الفترة الأخيرة زي ما حضرتك عارف وأكيد السادة المشاهدين بتتطور بسرعة، فدلوقتي البطاريات بقت سهل وجودها وسهل استخدامها وبتعيش كتير قوي. العملية هذه دكتور طاهر منتشرة ولا هي محدودة في تواجدها؟ هي العملية والحمد لله بفضل الله بدأت تنتشر، والحقيقة الحكومة هنا قامت بمجهود عظيم جدا ولم تبخل بأي مبالغ، فابتدت العملية تزيد جدا لأن في مرضى كثيرين محتاجين. كان زمان العائق ارتفاع السعر، دحين الحمد لله في ميزانيات كويسة جدا والعملية في انتشار وفي نجاح مستمر والحمد لله. هل هناك تغطية من الدولة لتكلفة العملية؟ بالضبط، في مراكز كثيرة جدا في المملكة تعمل العملية مجانا تماما. جميل جدا. العملية عندما تقرر أن تقوم بالعملية على مريض، هل في محاذير معينة تمنعه عنها بعد إجراء العملية للمحافظة على السماعة؟ طبعا احنا يعني طبعا ما ينفعش مثلا المريض يروح يلعب ملاكمه مثلا، يعني لازم يحافظ ان هي ما تتخبطش، راسه ما تتخبطش، لو هيلعب كوره يلعب كوره باحتراف، ما ينفعش يلعب كوره براسه. المحافظه نرجو الاهل باستمرار ان هم يراقبوا الاطفال علشان الطفل ما ياخدش خبطه جامده في راسه، لان طبعا الحاجات دي ممكن تاثر على كفاءه تشغيل السماعه. هل هذا يعني الامتناع عن الرياضات زي مثلا كرة القدم اللي ممكن يلعب الكرة براسه؟ لا، ممكن يلعب كرة القدم بس مش شرط انه ما يلعبش كرة براسه،
جميل. إنما طبعا جميع الرياضات العنيفة، يعني مثلا لو شاب كان بيلعب ملاكمة ولا كاراتيه قبل إجراء العملية طبعا بننصحه إن هو ما يرجعش للرياضة العنيفة دي، اللي ممكن يحصل معاها إن هو ياخد خبطة قوية في رأسه، لأن ده طبعا ممكن يفسد التوصيل ويفسد الجهاز ويفسد كل شيء. هل هناك أي جهاز ملحق بالسماعة يكون ظاهر خارجيا ولا كله يكون داخل الإذن غير ظاهر؟ لا، هو لحد دلوقتي معظم الأجهزة الموجودة في جزء خارجي يكون موجود بيلبسه المريض وبيبقى لازق على الجهاز الداخلي اللي زرعناه بمغناطيس. لكن دلوقتي الأبحاث اللي بتعمل كلها وابتدت فعلا تظهر أجهزة بتبقى كلها مزروعة ما بدون وجود اي جزء ظاهر خارجي. ده دلوقتي ده الـ 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 ان شاء الله الاجهزه المستقبليه هتكون كلها من الداخل. هل هناك محاذير مثلا من السباحه؟ طبعا حضرتك لازم بمنتهى الاحتراف الجرح طبعا يكون انتهى من كل حاجه، بس المريض ما يغطس تحت الميه، يعني ممكن يسبح بقدر الامكان يخلي راسه فوق الميه، مش عاوزين المريض يغطس تحت المية، لكن السباحة البسيطة ممكن إن شاء الله. شكرا لك دكتور طاهر عيسى، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مغربي بجدة. ألف شكر. مستمعين الكرام، شكرا لمتابعتكم لنا، ونلقاكم في حلقة أخرى من برنامجكم مع الحكيم. مع الحكيم، مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم مع الحكيم، وضيفنا اليوم هو الدكتور طاهر عيسى. الدكتور طاهر هو استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مغربي بجدة. دكتور طاهر أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. دكتور طاهر، اليوم موضوعنا عن قوقعة الأذن، ولكن قبل ما نبدأ بالأسئلة حول نفس الموضوع ياليت لو تعطينا فكرة عامة عن تركيبة الأذن. تركيبة الأذن بشرح بسيط كده عبارة عن أذن خارجية ووسطى وداخلية. الخارجية اللي هي الصوان الخارجي وقناة الأذن، دي قناة طولها حوالي 2 سنتي ب4 ملي، بتنتهي عند طبلة الأذن، بتبدأ الأذن الوسطى بطبلة الأذن وفيها عظيمات السمع ومتوصلة بالحلق عن طريق قناة ستاكيوس. الجزء الثالث هو الأذن الداخلية، هو عبارة عن قوقعة وقنوات هلالية. القوقعة مسؤولة عن السمع والقنوات الهلالية مسؤولة عن التوازن. جميل جدا دكتور طاهر، جدا واضح. والقنوات الهلالية سميت قنوات هلالية لأن شكلها كهلال؟ كنصف هلال. جميل. والقنوات الهلالية زي ما ذكرت هي المسؤولة عن التوازن. تمام. والقوقعة هي المسؤولة عن السمع. تمام. من بعد القوقعة كيف يصل الصوت إلى الدماغ؟ طبعا لما بيحصل ذبذبات الصوت بتوصل للقوقعة، بتتحرك خلايا مخصوصة بنسميها هيرسلز، خلايا فيها شعيرات، دي لما بتتحرك بيحصل تنبيه لعصب السمع وينتقل الصوت من عصب السمع لخلايا السمع في المخ. إذا أصيب الشخص بالصمم الدكتور، عادة الخلل يكون وين؟ في نوعين من الصمم، نوع توصيلي اللي هو لو في مشكلة في الأذن الخارجية أو الوسطى، زي مثلا في الوسطى ثقب الطبلة أو تصلب عظمة الركاب، ده بنسميه صمم توصيلي لأنه بيأثر على توصيل الصوت. في نوع تاني اسمه حسي عصبي، ده بيكون الخلل موجود في القوقعة أو في عصب السمع أو في خلايا المخ. جميل جدا. من الثلاث أسباب أيهم اللي ممكن علاجه؟ طبعا مشاكل الأذن الوسطى علاجها أسهل كتير من مشاكل الأذن الداخلية. الأذن الوسطى لو في ثقب في الطبلة ممكن نعمل له ترقية، لو في تآكل في عظيمات السمع ممكن نوصل عظيمات السمع، في حاجات مخصوصة معمولة بحيث توصل عظيمات السمع صناعية، أو ممكن نستخدم واحدة من العظيمات الموجودة نعيد تشكيلها ونستخدمها في التوصيل، ولو في تيبس أو تصلب في عظمة الركاب بنعمل لها استبدال. فالأذن الوسطى أسهل. الأذن الداخلية بقى لو فيها مشاكل، هنا نيجي لموضوع زراعة السماعة الإلكترونية في القوقعة. لو المريض في لسه بقايا سمع بنقدر نديله سماعة قوية، وده باستمرار بنعمله قبل الزراعة، ندي للمريض سماعة قوية يجربها فترة 6 شهور، إذا استجاب
يبقى كده عظيم جدا. إذا ما استجابش يبقى في الحالة دي المريض ده محتاج زراعة سماعة إلكترونية في القوقعة. جميل جدا. لكن من الأسباب الثلاثة اللي ذكرتها دكتور للصمم في الأذن الداخلية اللي هي أنت قلت ممكن يكون شيء في القوقعة أو يكون شيء في العصب أو في خلايا الدماغ، من الثلاثة هذول أيهم اللي يمكن علاجه؟ لأن عرفنا أن القوقعة ممكن علاجها والعصب فيه مشكلة أو خلايا الدماغ فيها مشكلة، هل هذه ممكن علاجها؟ لها حاجات تانية بس دي نوع من التفصيل الزائد. هو الأذن الداخلية لما بيكون فيه تأثير على خلايا السمع بنقدر نعمل زراعة سماعة الإلكترونية في القوقعة بشرط العصب السمعي يكون موجود والخلايا في المخ يكون شغالة. جميل جدا. لو العصب السمعي فيه مشكلة ممكن بيتعمل أخيرا في السنوات الأخيرة زراعة ديفايس مخصوص، حاجة مخصوصة تتزرع في جذع المخ نفسه، ودي يعني لسه بدأة لكن بتتطور سريعا. جميل. دكتور طاهر، في حالات الصمم يلي يصيب القوقعة الداخلية في القوقعة في الأذن الداخلية، هل هي حالات تصيب الإنسان من الولادة أو هي أشياء مكتسبة بسبب أمراض معينة؟ ممكن السببين، يعني في أطفال بيتولدوا بمشاكل في الأذن الداخلية، مشاكل خلقية، أحيانا كمان ممكن يحصل صعوبة في الولادة، الطفل ما يوصلوش أكسجين كفاية نتيجة أن الولادة كانت صعبة، برضو ده ممكن يأثر على الخلايا داخل الأذن الداخلية في القوقعة. كمان ممكن يحصل التهاب سحائي، التهاب السحائي بيعمل تليف في الأذن الداخلية وبعد كده ممكن يترسب كالسيوم فيه وتبقى متيبسة تمام. عشان كده لو الطفل من الأطفال اللي لسه مولودين حصل له التهاب سحائي بنحتاج بأسرع ما يمكن، تبقى حاجة طارئة، بأسرع ما يمكن نعمل زراعة السماعة الإلكترونية في القوقعة. نسمع كثير عن السماعة الإلكترونية والانطباع اللي عندي أنا وأعتقد عند كثير من المستمعين أنها عملية معقدة نوعا ما ومكلفة، هل هذا الكلام صحيح؟ هي محتاجة طبعا خبرة، محتاجة أن جراح الأذن يكون عنده خبرة ويكون متدرب تماما على إجراء هذه العملية، لكن ما تعتبرش معقدة. النقطة الثانية أنها فعلا مكلفة. السبب في ارتفاع التكلفة إن السماعة اللي احنا بنزرعها في القوقعة ثمنها غالي جدا، يعني في حوالي 3 أو 4 شركات في العالم كله هي اللي بتصنع السماعة الإلكترونية اللي بنزرعها، ويستلزم تطوير السماعة دي أبحاث كتيرة جدا، فهم بيصرفوا في مجال الأبحاث مبالغ طائلة، فالنتيجة بكده إن سعر السماعة نفسها مرتفع جدا ما بين 30-40 ألف دولار. هذا توضيح جميل للجميع أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر العملية هو بسبب ارتفاع سعر القوقعة نفسها الصناعية والإلكترونية للركبة. طيب دكتور طاهر، عملية زي هذه لو احنا اجريناها لشخص، وش يستلزم من تنويم في المستشفى؟ كم الفترة اللي تستغرق فترة التأهيل بعد العملية؟ بالنسبة للتنويم في المستشفى بنوم المريض يومين، على حسب، بتختلف طبعا من حالة لحالة، لكن في معظم الحالات بنوم المريض يومين. بعد كده الغيارات امرها بسيط على الجرح. المهم جدا جدا ان احنا بعد العملية الاهل يتعاونوا معانا في التدريب، يعني التدريب لا يقل اطلاقا اهمية عن ان العملية تكون معمولة صح. التدريب مهم جدا، المريض بيجيلنا علشان يعمل التدريب بعد العملية بثلاث اسابيع، يبدأ التدريب يتظبط الجهاز وبعدين نبتدي نعمل التدريب عندنا في المستشفى. لكن من أهم العوامل المساعدة على نجاح العملية إن الأهل نعلمهم إزاي يتكلموا مع الطفل مثلا أو المريض في المنزل، علشان يبقى التدريب مستمر في المستشفى وفي المنزل. والحالات اللي بيحصل فيها نجاح منقطع النظير هي اللي فيها الأهل مهتمين جدا وحريصين جدا على استمرار التدريب في المنزل. شكرا لك دكتور طاهر. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.